السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعاكم فيديو جديد. النهاردة ريفيو عن طريقة استخدام القلاية الهوائية بدون زيت اير فراير. هنعمل فيها البطاطس بالمنظر ده من غير اي زيت. تعالوا معنا نشوف الطريقة ازاي والخطوات ازاي. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك والشير. وصفاتنا كتير وما بتنتهيش، خليكم معايا لنهاية الفيديو. ودي بس طريقة البطاطس هنعملها في القلاية الهوائية اللي بدون زيت الاير فراير. تمام، البطاطس قشرناها وقطعناها زي ما انتم شايفين كده، وهنضيف لها دلوقتي رشة ملح وكمون وزيت، حاجة بسيطة خالص. طريقة تقطيع البطاطس دي عشان يطلع منظر بالمنظر ده كده، هرش لها شوية زيت البخاخة، حاجة بسيطة، ونقلبها. وعشان البطاطس تطلع بالمنظر ده هوريكم طريقة التقطيع ايه دلوقتي. هي سكينة صغيرة خالص بتتباع في اي عند اي بتاع ادوات منزلية. تمام، وكده ده شكل البطاطس. حطينا لها رشة زيت وكمون وملح، هندخلها بقى على القلاية. ودلوقتي هنبتدي نظبط درجة الحرارة والتايمر. هنعملها على البطاطس، موجودة اهي الرسمة معانا، والوقت بتاعها من 12 دقيقة ل 16، ودرجة الحرارة هتكون 200. هنظبط بقى التايمر على الوقت. يلا عميل، وهنسيبها تسخن شوية وبعدها هنحط فيها البطاطس. انا مسخناها من قبل كده، كده هي سخنة، هنبتدي نحط فيها البطاطس. هنضيف فيها البطاطس شوية شوية. نقفلها بس كويس عشان الحرارة توصل لها كلها، وهنقفل عليها وشوية ونفتح ونقلبها، لأن هي القلي بيبقى من فوق بس. كده ابتدت تتحمر معايا، هقلبها شوية لأن الحرارة بتبقى متوجهة من فوق بس، متبقاش من تحت. كده قلبناها، هنقفل عليها تاني ونستنى لغاية ما التايمر يخلص. كده نفتح عليها، كده تمام استوت على الوقت بالظبط اللي احنا ظابطينه. شايفين شكلها ايه؟ هحطها في الطبق واوريكم منظرها ازاي. وبكده ده الشكل النهائي ليها، بطاطس مقلية بدون زيت في الاير فراير، القلاية الهوائية بدون زيت، رشة زيت بس. يا رب تكون واضحة معاكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك والشير. وهكمل لكم كمان
ريفيو جديد عن القلاية، خليكم معانا. ودلوقتي هنعمل كب كيك في القلاية الهوائية برضو اير فراير، وهوريكم الطريقة ازاي وهنسويها ازاي. اول حاجة هنحط البيض، هنضرب بيض كويس جدا، هنبتدي نضيف عليه بقى السكر. السكر هنضيف السكر تدريجيا ونقلبه كويس. هنضيف له كمان زيت وكده هنضيف الزيت. يبقى حطينا البيض والسكر وضفنا له زيت، وهكتب لكم المقادير في الديسكريبشن بوكس، وهنستمر في التقليب. طبعا الكب كيك يعني عادي انت اي مقادير ما عندك في البيت ما تلتزميش بمقادير معينه، ممكن بيضه ممكن بيضتين على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. اهم حاجه انك تعرفي تظبطي الخليط يبقى دمجه الكيك مش طريه قوي ولا ناشفه قوي. هوريكي ازاي. كده هنضيف الفانيليا، نستمر في التقليب كده كويس. وكده دوبنا اللبن مع الكاكاو، هنضيفه. هنقلبه كويس جدا. طبعا عشان بنعملها يدوي فبدوب الكاكاو في اللبن. لو هتعمليها في بمضرب البيض او في الخلاط عادي مفيش مشكله، ممكن تحطي الكاكاو بودر مفيش مشكله، بس انا بعمل لكم الخليط كله يدوي عشان يبقى سهل معاكم. وبكده هنضيف البيكنج بودر مع الدقيق. ونضيفه على الخليط تدريجيا، يعني دي اسهل طريقه يدويه. هنبتدي نضيفه تدريجيا لغايه ما نشوف الخليط هيعمل ايه معانا. نستمر في التقليب. نضيف وبكده الخليط كده تماسك معانا، يعني قوامه كده كويس ان احنا نقدر نسويه. نقلب شويه وبعد كده هنحطهم في الكب. ودلوقتي هوريكي طريقه من غير ما تلزمي نفسك انك تشتري كابز او اي حاجه، بالورق الفويل ممكن تعملي الكب كيك. هيكون بالمنظر ده كده، بورق كده قصيناها بالمنظر ده، ده شكلها. هنبتدي نتنيها على 2، يعني القطعه دي ممكن تتنيها على 3، تتنيها على 2 كده وتقصي الحته الزياده اللي فيها بالمقص، نقصها كده. وتجيبي كوباية ده حجمها كده، تنيها على 2 عشان تبقى متماسكة. هنجيب كوباية ونقلبها، ونجيب الورق بالمنظر ده فوق الكوباية، بس نضغط كويس جدا عشان نخرج منها اي هواء وتكون متماسكة. نضغط بقى من الجناب كلها، من كل الجناب، وبعدين لما هنطلعها هيبقى كب كده. ممكن تقصي الجناب وممكن تسيبيه، ده عادي. هعمل لكم واحدة تانية برضو زيادة تأكيد. ده منظرها كده في النهاية، واحدة تانية برضو زيادة تأكيد. طريقة سهلة جدا ومش مكلفة، يعني كلنا عندنا ورق فويل في البيت تعملي بيه كب كيك، ومقادير كلها من البيت، بيض دقيق سكر اي مقادير عندك هتحطيها، يعني هتعملي كب كيك. وكمان في مش فرن ولا اي حاجه، في القلايه الهوائيه، يعني 10 دقايق بالظبط وهتكون جاهز عندك. وهوريكي طريقه التسويه ازاي. ونضغطه كويس جدا كده، بس الكوبايه تقلبيها على ظهرها. وبقى الكب بالمنظر ده طريقة سهلة جدا، وهوريكم ازاي هنحط فيه الكيك. وبكده هنفضي الخليط في الكيس عشان يبقى متمكنين منه. وبكده هندهنها زيت خفيف قوي بالفرشة عشان ما تلزقش معانا، حاجة بسيطة خالص. ندهنهم كلهم، يعني طبقة زيت خفيفة خالص.
حطيناه في كيس، هنبتدي نحط الخليط. كده بنحطهم في الكبس. طبعا تحطي الخليط في كيس احسن علشان يبقى سهل بالنسبه لك. وبكده بعد ما ظبطنا الحراره وظبطنا على برنامج الكيك من 20 ل 25 دقيقه على درجه حراره 160 والتايمر على 25، هنبتدي نرصها. بنشغلها الاول تسخن شويه ونبتدي نرصها. نحط الكبس جوه كده. بعد ما رصناهم هنقفل عليهم القلاية وأوريكم شكلهم بعد ما يستوي. وبكده ده شكله روعة طبعا وجميل جدا. 20 دقيقة بالظبط كان استوى بالمنظر ده. هوريكم شكله بعد ما طلعه هيبقى ازاي. وبكده ده الشكل النهائي للكب كيك، طلعناه وحطيت عليه نوتيلا، شوكولاتة نوتيلا من فوق ورشة فستق. طبعا اسهل كب كيك، تلت ساعه بالظبط كان خالص. يعني لو عندك ضيوف، عندك اي حد، لولادك، في ثواني بتعملي كب كيك من غير فرن بالقلايه الاير فراير اللي هي الهوائيه بدون زيت. وياريت الطريقه تكون عجبتكم. كده عملت لكم طريقه البطاطس وطريقه الكب كيك في ثواني. ده شكل الكب كيك بعد ما خلص بالمنظر ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وأحلى كب كيك من غير فرن. وهنا هنجرب نعمل فيها الستريبس. ظبطناها على 190 على 190 وهتبقى من 6 ل 10 دقايق. هنظبطها على 10 دقايق ونشوف هتعمل شكلها هيكون ايه. ودي كده برضو بطاطس تانية. صراحة كله جدا خفيفة. وده كده الشكل النهائي للستريبس والبطاطس في القلاية الهوائية اير فراير. يا دوب تلت ساعة بالظبط بيكون خالص. وجبة زي كده من غير اي زيوت من غير اي اضافات. بالنسبه للتوميه هبقى انزل لكم ان شاء الله الوصفه بتاعتها بفيديو. يا رب تكون الوصفه عجبتكم او الريفيو بتاعي عجبكم على المنتج. والى اللقاء في فيديو اخر.